صار يعني نتيجة عن سنين يوعدونا بأنه تعيين وتوفير وظائف ودرجات وظيفية لنا، بس لحد الآن ماكو أي شيء ملموس لنا ولا حتى استمارة إنه يعني يقدموها لنا على التعيين، وهاي حق مشروع لكل واحد إنه يقدموا لنا إياه، وهاي نتيجة إنه هذا الانتظار الطويل بعد ارتفاع الكيل عندنا، إحنا واقفين حاليا أمام وزارة الصحة الباب الثاني اللي في الجراج، لأن باعتبار إنه هم مناشداتنا وتعييننا تابع لهم. نشوفك انه نتيجه رجعنا هذا نتيجه اقصامنا السلمي، احنا يعني لا منعنا احد من الدخول، يعني عندهم باب ثاني يقدرون يدخلون من عندنا، هذا الشيء ما راح يمنعهم عندنا. لانه اولا احنا نتيجه اعتصامنا انه ضرينا باحد، اتوقع ان اعتصام حق مشروع لكل واحد، وهذا حقه انه يعبر عن حقه بهذا البلد. فيعني هذا الشيء سلمي احنا سويناه، لا اذينا باحد. يعني هسه نتيجه مناشداتنا السابقه اكو صارت احيانا انه سمعوا مناشداتنا اللي نسويها، فممكن نلقى نتيجه اكثر انه نلبس شيء ناخذ شيء ملموس من عندهم، انه بلكي يطلبونا الاستماره، لان باعتبار احنا تقريبا يكفي 14,000 واحد احنا يعني كعلوم، يعني نتيجه احنا التعيينات اللي منطيها نسبه قليله، بلكي شو ما كنا، احنا راح نضل مستمرين على هذا التصعيد وعلى هذا الاعتصام الى ان ناخذ حقوقنا، حالنا حال هذا البلد اجمع. هذه الاعتصامات اولا في العلومي نايم بالشارع وعلى التبليغ صار 90 يوم. هذه الاعتصامات من اجل اطلاق الاستماره الالكترونيه للعلوم. اولا شروع القانون سنه 2019 او ما قبل 2019، قانون التعيين المركزي قانون التعيين المركزي للعلوم صوت بالبرلمان ونشر في جريده الوقائع، والقانون موجود وحقيقي، ولم يستمعوا لمطالبنا نحن العلوميين منذ صار اكثر من 90 يوم نايمين بالشارع لاجل تحقيق مطالبنا، وريد فرص تعيين لاجل النهوض بهذا الواقع. الشباب اليوم طموح، الشباب اليوم يريد تعيينات، يريد فرصه بالحياه، يريد العمل لاجل خدمه العراق وهذا البلد، ونحن الان في واقع صحي مزري جدا، تعيس جدا بسبب جائحة كورونا التي مرت على العراق منذ أكثر من ستة أشهر، والآن نحن نطالب بحقوقنا. ترى هؤلاء الجموع يطالبون بحقوقهم من أجل التعيين وفرص التعيين. قسم باب الطب العدلي وقسم باب اللي قريب على جسر باب المعظم، الباب الرئيسي اللي هناك، احنا يعني وقفتنا احتجاجية سلمية ما بها اي ضغوطات، ما بها اي خديش، ما بها اي غلط، ما بها اي خديش للحياة. احنا اليوم وقفتنا هاي سلمية جدا جدا جدا، الغرض منها نريد حقوقنا. انا علومي وتحت شعار انا علومي نازل اخذ حقي. طيب اليوم امتنعتوا الموظفين من دخول؟ نحن نعم منعنا الموظفين من دخول، لكن بشكل سلمي، بشكل محترم، بشكل أخلاقي، غير جارح، ماكو سيب، ماكو شتم. اليوم نحن أوقفنا موظفي وزارة الصحة من أجل تحقيق مطالبنا، من أجل تحقيق مطالبنا، ومن أجل تحقيق مطالبنا المشروعة التي نعمل عليها منذ 2015. نحن نعمل على هذه القضية، ونخاطب رئيس الوزراء، ونخاطب كل المسؤولين من وزارة الصحة والبرلمانيين والنواب، نخاطبهم جميعا باسم العلوم وباسم اعتصام العلوم وباسم كل علومي. اليوم ما عنده أي شغل، ما عنده أي عمل. إحنا مكاننا مو بالشارع، مكاننا بالمختبرات، مختبرات من جميع النواحي، مختبرات الصحة، مختبرات الكهرباء، مختبرات من جميع النواحي على جميع الأصعدة. ليش مو ماشيين هالمرحلة هاي؟ إحنا طاقات شابة، ناس أكاديميين، نريد نعمل من أجل العراق، من أجل أنه بالواقع الصحي. اليوم إحنا ليش يعني شنو ذنبنا؟ إحنا ليش ما حصلنا فرصتنا؟
نحن خريجو كلية العلوم منذ 90 يوما معتصمون على أبواب وزارة الصحة للحصول على حقنا بالتعيين، لأننا مشمولون بقانون التدرج الطبي، ولكن وزارة الصحة مستمرة بالتسوف والتغليس عن إطلاق الاستمارة لنا أسوة بزملائنا من ذوي المهن الصحية والمجموعة الطبية الذين حصلوا على أمر المباشرة على موازنة 20، ولكن نحن لحد الآن لم نحصل على مطلبنا، ووزير الصحة مستمر في التسوف والمماطلة في هذا الأمر. لذلك نطالب السيد الكاظمي بالنظر في موضوع خريجي كلية العلوم الذين لم يطلبوا إلا سوى حقهم بالتعيين، حقهم المشروع المشمولين بقانون التدرج الطبي. نحن على أبواب وزارة الصحة مقلقة لحين تحقيق مطالبنا بالتعيين، وهذا الأمر مستمر إن شاء الله لحين إطلاق الاستمارة لنا. نحن مستمرون على أبواب وزارة الصحة وغارقيها لحين تحقيق مطالبنا منذ 100 يوم. نحن واقفون هذه الوقفة، ولحد الآن التغليب المماطلة مستمرة من قبل وزارة الصحة. لهذا نحن مستمرين على موقفنا أمام أبواب وزارة الصحة. هذا التصعيد اليوم جاء على أثر 98 يوم من الاعتصام بدون أي استجابة من الوزارة. ثانيا، احنا طلاب العلوم مهمشين مظلومين منذ سنوات أكثر من 10 سنين وأكثر، ونشوف طلاب الأهلية التابعين الغير جهات يتعينون تعيين مركزي، وإحنا الأحق من عندهم ما دام تعين. إحنا معدلاتنا عالية 85 86، أنا معدلي 85، أداوم علوم كيمياء صار لي 5 سنين ما متعين. ليش أشوف أبو الأقل مني يتعين وأنا مظلوم مهمش؟ طبعاً أريد حقي وثابت إلى أن أتعين سنطلق الاستمارة. إحنا واقفين بباب الوزارة وغالغينها، جاء ذلك على أثر عدم الاستجابة والمماطلة بشكل مستمر من قبل الوزارة. لن نسمح بدخول الموظفين إلى أن يطلقون الاستمارة، ونحن واقفون بهذا التصعيد المستمر. نفضل الاعتصام طبعاً، أكيد نحصل استمارة، نحصل تعيين درجات لا بأس بها، وإحنا نريد حقنا وما نريد غير شيء بعد أكثر من هذا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتصامات اللي جاي تشوفها حضرتك هنا هي اعتصامات خريجي كليات العلوم الأقسام الصحية والطبية 18 قسم تابعة للتعديل الثالث للتدرج ذوي المهن الصحية والطبية. مضى على اعتصامنا أكثر من 90 يوم. كالعادة العلوم تعاني من التهميش، تعاني من البطالة، تعاني من التسويف في المطالب المشروعة، وهي الشمول بالتعيين المركزي. بعد أن تم تعديل القانون ومضى على تعديل القانون أكثر من 6 أشهر لم تطلق الاستمارة الإلكترونية للأقسام مالتنا. شاهدنا إطلاق الاستمارة الإلكترونية لبقية الأقسام الصحية والطبية وتهميش وتسويف مطالب العلوم كالعادة. بعد مرور 90 يوم يعلن خريجي كليات العلوم المعتصمين لأكثر من 3 أشهر النفور العام وأغلاق وزارة الصحة إلى أشعار آخر لحين إطلاق الاستمارة الإلكترونية والتوزيع لجميع الخريجين. هو الوزارة عطلتنا دومها نهائيا، أي موظف ممنوع يدخل الوزارة ما عدا تسهيل الحالات اللي تابعة للتشريح، يعني مال موتة بس، تسهيل أمر للموتة يعني مو للوزارة. صار لنا 90 يوم نايمين مقابل وزارة الصحة، 90 يوم وزير الصحة ما نزل يشوفنا، وكلاء الصحة ما نزلوا يشوفونا. احنا خريجين كليات العلوم صار لنا سنين متخرجين وعاطلين عن العمل، ما واحد تطرق لهاي الفئة العلمية، انما تجهون الغير كليات اللي هم مرادفين انه من هم الكليات الأهلية وغيرها من الكليات. وزارة الصحة طلقت استمارة لكل الكليات لكل الاختصاص، حتى خارج العراق طلقت لهم استمارة وعينتهم، بينما احنا العراقيين خريجين هاي الكليات الحكومية المستنصرية جامعة بغداد وباقي المحافظات ما طرقونا ما طونا حقوقنا. 90 يوم نايمين بالشارع نتمنى واحد من عندهم يشوفنا ينصفنا. كلية العلوم كيمياء والبيولوجي والفيزياء وغيرها من الاختصاصات المهمة في وزارة الصحة، لحد الآن ماكو أي إنصاف لهذه الشريحة المهمة. اليوم خطواتنا احنا بعد صبر دام 90 يوم
90 يوم من الصبر ونايمين بالشارع بالحار والجوع والعطش والخطر، ماكو امان، كل شيء ماكو، نايمين على الشارع. اليوم وصل اليوم انه نظهر باب الوزاره، نسد وزاره الصحه لحد ما ينزل السيد الوزير يشوفنا ويسمع مطالبنا ويعطينا حقوقنا. احنا عراقيين واولى من غيرنا، اللي يجي من خارج العراق طلع برا يدرس وغيره وغيره وغيره. احنا اختصاصات علميه، كيمياء والفيزياء والبيولوجي، حقنا التعيين، يعني حقنا التعيين ولازم تنصفونه. خريجين صاروا لنا سنين متخرجين وماكو تعيين، ماكو انصاف، ماكو. كليه العلوم تخرج الالاف من العاطل يعني العمل، ما عندنا عوائل، ما نريد نعيش، ما نريد خبزتنا. ليش هذا الظلم؟ سيد الوزير ليش هذا الظلم؟ انصفنا، نترجاك تنصفنا، احنا ابنائك، احنا ان شاء الله مستمرين بفضل الله سبحانه وتعالى، وهاي الشباب المظلومه احنا مستمرين، ما عندنا شيء، هاي حقوقنا ما عندنا لا شغل لا عمل من باب الوزاره، لحد ما ناخذ حقوقنا، حقوقنا المسلوبه من عندنا من السنين. راح تبقى الوزاره معطله حاليا، هذا نمشي، هذا ان شاء الله نمشي على هذا الطريق احنا، لحد ما ناخذ حقوقنا، اخذنا حقوقنا بطريقه الاستماره، نتوكل بالله ونروح، وممنونين للوزاره، ما اعطتنا حقوقنا، احنا هنا نايمين، ما عندنا وين نروح، هنا باب الوزاره، لحد ما ناخذ حقوقنا. نحن خريجين كليات العلوم من العراق جميعا، جميع المحافظات، كان ما عندنا قانون، اشتغلنا على القانون من 2015 إلى يومنا هذا، صدرنا القانون، صدر بالجريدة الرسمية في 2020-2021، بعد ما صدر القانون تعاقست الحكومة عن تنفيذه، قامت تجادل وتماطل اليوم ننفذ إلى أن وصلوا قرب موازنة 2020، وإذا نتفاجئ أنه شملونا فقرة واحدة، بينما نحن العلوم تشملنا فقرتين، الفقرة الأولى حسب احتياج الوزارة، الفقرة الثانية الحذف والاستحداث وإن نسبتها 25%. سألنا الوزير، ناشدنا كثيرا، لكن لم نرى من الوزير أي بادرة نحو قضية حل قضيتنا. واحنا اليوم وقفتنا اليوم سد الوزاره ان شاء الله، وان شاء الله تصعيد كامل. اليوم اذا ما طلقت الاستماره، احنا اليوم جايين لاطلاق الاستماره، اذا ما انطلقت الوزاره تبقى اليوم وباكر وعقبه مسدوده ما نتحرك من هنا. بلنا كل جهات المعنيه، يعني وزير الصحه بالذات، هاني العقابي بالذات، وزير التخطيط، وزير الماليه، لكن ماكو، هناك مماطله فقط، ما عندهم غير المماطله. احنا معتصمين بالشارع صارنا 90 يوم على الرصيف وعلى الحر، وصلت درجات الحراره 53 درجه واحنا بالحر، لا اجانا وزير، لا اجانا نائب وزير، لا مدير العام، هاني العقابي لا وصلنا، هسه الوزير مشغول وعنده اشغال، هاني العقابي ليش ما نزل لنا؟ غير هاني العقابي مدير الدائره الاعلاميه مال وزاره الصحه، ليش ما اجى؟ احنا مو محسوبين على وزاره الصحه حسب القانون التدرج الطبي التعديل الثالث، ليش ما وصلوا لنا؟ شملوا اقسام من هذا القانون، القانون طبقوه قسم وقسم، شملوا الاطباء او المهن الصحيه، طلقوا لهم بس استماره وما عينوهم، هم ما عينوهم، وامس كانت مظاهرتهم واليوم مظاهرات كليات العلوم بجميع اقسامها بالعراق كله من البصره حتى زاخو. والله مثل ما اشوف اخي، هذه الاعتصامات كلها طلاب العلوم جايه يطالبون بحقهم، اللي هو ابسط شيء احنا نطالب حقوقنا. هذا احنا درجونا ضمن التدرج الطبي، فعينوا اغلب الاختصاصات الطبيه اللي هو المعاهد الطبيه والاطباء وغيرهم، واحنا بعيدا عن كل شيء هملونه وما اخذوا بقانون التدرج الطبي، لان هو هذا قانون، وهسه مثل ما تشوف الاعتصامات واحنا نريد حقنا وجاي نطالب، واحنا نطالب ابسط شيء هو التعيين ما لنا وحقوقنا، واحنا ما راح نسوي شيء، مجرد نطالب حقوقنا واكثر شيء ما عد، يعني شو نريد نسوي؟ يعني كل ابسط شيء جاي نريد ندور تعيين، هذا اللي نريد متخرج وقاعد بالبيت شنو ذنبه؟ اغلبيتهم شباب عاطله عن العمل، يعني خريج يروح يشتغل بغير شغله بغير اختصاصه، هذا اكبر ظلم. والله احنا مثل ما اشوف احنا خطواتنا سلميه، احنا جايين نضغط على الوزاره بلكي تسوي لنا حل لهذا الوضع مالتنا، وشوف احنا ما جايين مسوين لا مثلا ماذين احد، لا فقط صادين الوزاره على مود تشوف لنا حل لهذه المشكله مالتنا، واحنا نشوف لنا حل التعيين. احنا عادي نبقى مستمرين نطالب بحقنا وما نتراجع عنه الا يعينونا. كل طالب بالعراق لازم يتعين، حد ما يتعينون كل الطلاب اللي هم متخرجين طلاب العلوم، يعني يلا نرجع الان ونبقى معتصمين حد ما نتعين كلياتنا. نحن العلوميين صارنا معتصمين 100 يوم وماكو اي مسؤول
مجرد قوانين يحرفون بيها واعتذارات وما نعرف شنو اللي دا يصير. صار لنا 100 يوم هنا الحركة انه اي مسؤول ناشد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بس خلي ينظر لي لهاي الشباب اللي نايم على الرصيف يعتبرهم ولدك يعتبرهم ملدك. احنا عندنا قانون لا متبطرين عليكم خوش ولا مثل غير الاعتصامات. صار لنا 100 يوم سلمية ما بدر منا اي تجاوز. بننظر مصطفى الكاظمي لا وزير الصحة الناجدة بس خلي ينظر لهاي الشباب خلي يعتبرهم اولاده اللي صار لهم 100 يوم بالحر نايمين. بس يعني بدي اشوفها وين تريد توصل وين تريد توصل. الماليه وافقت خوش يعني بس اريد استثناء من مصطفى الكاظمي او اي قانون من يمه خلي ينظر لهاي الشباب خلي يعتبرهم ولده. والله العظيم ملينا وتعبنا والقران 50 يوم صار لي ما شايف امه. اذا وزير الصحه ما استجاب المطالبنا راح يخلونا نضطر نستخدم اساليب غير اساليب لان صار لنا 100 يوم ما بدر منا اي تجاوز اي تجاوز وتحدى اي مسؤول يقول احد علوم تجاوز. مجرد مواعيد كتابنا وكتابكم وناس دز على المالية والوزير وما اعرف يعني تاهت علينا تاهت علينا. واحنا عندنا قانون احنا عندنا قانون مو متبادرين جايين والان بجائحة كورونا البلد محتاج البلد محتاج. نحن شنو المماطلة هاي بس نريد نعرف. ايه نمنع الموظفين من الدوام وهذا جاري لحد ما تنطلق استمارتنا ونشوف شيء ملموس. يلا نفتح البيبان. الغلق الصحة مستمر ما ينقطع. احنا اليوم صار لنا اكثر من 90 يوم طلاب كليات العلوم خريجي كليات العلوم اي استجابة من اي مسؤول رئيس وزراء وزارة الصحة ماكو وزارة مالية ماكو. تعبنا نريد حل بس مماطلة ومماطلة وكل شيء ماكو اي حل. عايفين بالشارع ولا كأنه احنا خريجي ولا كأنه احنا ان حق بهاي الوزارة. مماطلة الوزير اليوم مباشر نريد حقنا يا وزير نريد حقنا. احنا ما عدنا شي لا وياك ولا ويا غيرك. احنا خريجين تعبنا وسهرنا على مود شي واحد على مود اليوم ناخذ حقنا ونتعين. هاي اقل شي تقدموه لنا هذا حقي واخذه 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 لو يكلف لي حياتي. باقين ماكو باقين الى حين تحقيق المطالب واستماره وتعيين. ما نتراجع ولا نتراجع عن هذا الشيء. متواجدين الاخر الاخر نفس. احنا قافلين مع الواكو بعد تعبنا. هاي اخر حل. كل الطرق جينا وياهم كل الطرق كل التسهيلات ماكو طريقه ما سويناها الوزاره كل الطرق كان 21 على 20 قلنا له بدون راتب ماكو طريقه. واحنا ما جايين عبثا. عندنا قانون عندنا قانون قانون الطالبي. ما جايك عبثا من الشارع ولا جايك. انا عندي قانون بهاي الوزاره اخذه وعندي حق. فيا وزير استجيب بدون مشاكل بدون اي شيء. احنا ما نريد نصادم ويا اي قوه امنيه ولا نصادم وياك. عندنا حقوق اعطينا اياها ونروح. لا عندنا شيء وياك ولا ويا غير. الخطوات اليوم قاعدين ماكو دوام بالوزاره ينقطع الدوام لحين مقابله الوزير ويعطينا شيء رسمي ويعطينا حبر على ورق. احنا نريد اليوم شيء يضمن لنا حقنا ونروح البيوت. ما عندنا اي شيء. يطلع الوزير يطلع اي مسؤول يقول يا ابو واحد اثنين ثلاث بكتاب رسمي وينتهي الموضوع ونروح وتخلى هاي العالم الدوام. ما عندنا اي شيء ولا اي احد. Thank you.
صار لنا أكثر من 90 يوم معتصمين أمام وزارة الصحة بس وعود كاذبة وبتسويف. إذا وزير الصحة اللي لازم المفروض هو يكون الأساس اللي نعتمد عليه هو بنفسه قال إنه راح أطلق الاستمارة وأعينكم إن شاء الله قبل موازنة 2021 موازنة 2020 هسه إنه بيسوي بالمطالب يقول لا على 21 من غير إنه قال راح ما حد نزل لنا للشارع. طبعا مصطفى كام قال نزلوا للشارع شوفوا مطالب المتظاهرين المفروض هو هذا واجبهم هم وزير واجبه انه ينصف الانسان المدني المظلوم وهذا واجبه لا نزل ولا شيء بس نزلوا كم نائب هاني وغايب العميري نزلوا لنا وسويفوا يعني وزير الصحه ما نزل ولا مره واحنا دائما نطب ودائما يعطينا وعود يخلينا على امال مبنيه على الخيال لان امال كل تحقيق ما لها. احنا خريجي كليات العلوم في العراق معتصمون اليوم امام وزارة الصحة المطالبة بحقوقنا واعتصامنا هذا منذ تاريخ 16/6 لهذه السنة نطالب بحقوقنا وبشكل سلمي وودي وعلى ابواب اقرار الموازنة بس يا وزير يا من يتنبأ بمنصب رئاسة الوزراء اعلى منصب بالدولة خطاب لك يا مصطفى العراقي احنا خريجين واقل خريج بينا يعيش حالة البطالة اكثر من سنة او سنتين هاي الحالة متأزمة يعني صرنا نستحي من ارواحتنا وي اهلنا والسبب شنو السبب انه ماكو عمل اتصور انقل لك حاله من حالات المخرجين اتصور اتفقنا او انفسنا مقتنعين ننام بالنهار ونبقى قاعدين بالليل حتى لا نخلى عيننا بعين ابهاتنا بسبب البطاله اللي نعيش اللي نعيشه والله يا رئيس دوله الوزراء والله يا مصطفى العراقي صرنا نزاود اللي مع احترامي لكل الشهادات ومع احترامي لكل ما شخص ما دارس بس صرنا ذول الما دارسين صرنا نزاودهم على مهنهم على مهنتهم وعلى شغلتهم فيا مصطفى الكاظمي انا الخريج حسين علي موسى من محافظة ذي قار من قضاء الشطرة خريج كلية العلوم جامعة الكوفة قسم علوم البيئة خطاب لك اتحداك تعيني يا مصطفى الكاظمي اتحداك تعيني والله يا هاي الوقفة أولا لتطبيق قانون التدرج الطبي المعدل لسنة 2000 رقم 3 المعدل بتاريخ 1/1/2020 طبعا القانون نشر بجريدة الوقائع العراقية والمفروض أصبح نافذ ولكن هذا التسويف المواطنة ما نعرف شنو سببها وإحنا نطالب تطبيق القانون إحنا أقسام ومهن صحية بيولوجي فيزياوي كيمياوي إلى آخره كل الأقسام بس دي نشوف هذا التسويف المواطنة بإطلاق استمارة التعيين المركزي وإحنا المفروض مكاننا مو هنا لا على الرصيف ولا على بالشارع المفروض مكاننا بالمختبرات وعلى أجهزة الرنين وعلى أجهزة الشعاع وبالمراكز الطبية لأن إحنا أصحاب معدلات عالية وأصحاب حقوق بالإضافة إلى أنه أكو قانون يحمينا هو قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته لذلك الرجاء والأخذ بنظر الاعتبار وفتح الاستمارة وذلك
لأخذ حقوقنا وشكرا. نحن خريجي كليات العلوم منذ 100 يوم صارنا محتصمين أمام وزارة الصحة ولكن بدون جدوى. نحن لدينا قانون تدرج طبي، هذا القانون يحق لنا التعيين في وزارة الصحة أسوة بالخريجين المهن الطبية والصحية، ولكن بدون جدوى أي قرارات ماكو لكليات العلوم. نحن 17 قسم، عدلنا قانون تدرج طبي بال 2019 آخر 2019 ولكن بدون جدوى. لحد الآن أي قرارات مصلحة كليات العلوم ماكو، والله عندنا ممثلين قابلوا الوزير وقابلوا بعض الجهات المعنية، ولكن كتابنا وكتابكم وكتابنا بدون أي قرار بدون أي تنفيذ. والله اليوم اتخذنا خطوة تصعيدية هي إغلاق وزارة الصحة لكي يقبلوا متطلباتنا حتى يطلقوا لنا استمارة إلكترونية. نحن بحاجة للاستمارة الإلكترونية في هذا الوقت لمواجهة جائحة كورونا، لنقف في الصد الأول كونا ذوي الاختصاص، لأن نحن علوميين وشغلنا بالمختبرات وزارة الصحة فقط، ولكن أكو حالات استثنائية نخليها تدخل طبيعي. إحنا مظاهراتنا سلمية من أول ما طلعنا لحد الآن سلمية، والكل يعرف، حتى رئاسة الوزارة تعرف مظاهراتنا سلمية ولكن بدون جدوى. لا رئيس وزارة نزل، لا وزير صحة، لا أي مسؤول. صارنا 100 يوم أمام وزارة الصحة، أي مسؤول ما نزل. نحن نبقى محتصمين إلى أن تنطلق الاستمارة الإلكترونية. لم نذهب إلى بيوتنا، نبقى هنا أمام وزارة الصحة. المعتصمين أمام وزارة الصحة منذ 90 يوما على التوالي تحت حرارة الشمس ولهيبها، قد عانى ما عانى هؤلاء الخريجين من تهميشات منذ سنوات عديدة. نحن اليوم نطالب سيادة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي والأستاذ حسن التميمي أن يتم شمولنا وأقرار الاستمارة الإلكترونية. انتهت سلميتنا، نحن سلميون منذ 3 أشهر على التوالي، ما اجانا احد ولا احد نزل لنا ولا احد استمع لمطالبنا. اليوم نطالب ونناشد باسم الانسانيه، نناشد الدكتور حسن التميمي ونناشد الاستاذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالنزول الى هؤلاء المعتصمين والاستماع لمطالبهم واطلاق الاستماره الالكترونيه. اليوم احنا اعلنا من بعد 3 أشهر معتصمين امام الوزاره دون الاستماع لمطالبنا، أعلنا التصعيد المستمر، لن نتراجع ولن نتوقف ولن نمل ولن نتعب حتى تحقيق المطالب وحتى إطلاق الاستمارة الإلكترونية. إحنا قاعدين، خيمنا موجودة، مكاناتنا قاعدين، ما نرجع للبيت إلا أن نتحقق مطالبنا وتنطلق الاستمارة الإلكترونية أسوة بأقراننا من المجموعة الصحية والطبية. إحنا خريجين كليات العلوم، صار لنا 3 أشهر معتصميننا أمام وزارة الصحة، نطالب مصطفى الكاظمي وحسن التميمي بشمولنا بالاستمارة الإلكترونية ضمن قانون التدرج الطبي. والله نطالب بإطلاق الاستمارة الإلكترونية، ومن منعوا في التصعيد هنا
لحد ما يطلق الاستمارة الإلكترونية. وأني جاية من المحافظات. إحنا خريجين كليات العلوم، صار لنا 3 شهور معتصمين وقاعدين بالشارع. إخواني المعتصمين من كل المحافظات جايين واحترقوا من الشمس، عايفين أهاليتهم، عايفين بيوتهم، ومعرضين روحنا لخطر الإصابة بالفيروس. مع ذلك منتظرين إيش وقت يعادلونا بإخواننا من المهن الصحية. كما هو واضح بالدستور العراقي إحنا ضمن قانون التدرج الطبي. حضرة الوزير من يجي يطبق قانون التدرج ليش يستثني فئة ويعين باقي الفئات الأخرى؟ زين إلى متى يعني؟ بلد ما يطبق القانون. إحنا هنا ندنثير الرأي العام، هنا تصعيدنا صدقني سلمي، لا قاطعين شارع، لا متعرضين لأحد، ولا مشتبكين ويا أي أحد، مجرد دنثير الرأي العام. حضرة الوزير حسن التميمي عنده ناجدة، يعني من يقول أني أخ لكم، أني داعم لكم، أني محتاج تخصصاتكم. زين يلا وينك؟ غير المفروض يطلق لنا استمارة، الموازنة انقرت، الدستور يكفل حقنا، صرنا ضمن قانون، إلى متى؟ غير نتوزع حالنا حال إخواننا من المهن الطبية، ليش العلوم يستثنيها؟ ليش حطنا بقانون تدرج الطبي وهسه يعطي استمارة للبقية والعلوم لا؟ زين درجات البقية وينها؟ صدقني لا نكسر ولا نقطع شارع ولا نأذي أحد، إحنا علوميين سلميين، صار لنا 3 شهور. كل خاصة الوزير سأله، لا تعرضنا لأحد ولا أذينا أحد، مجرد قاعدين هنا مستمرين إلى أن يطلق الاستمارة، ما نرجع لبيتنا إلى أن نوصل إلى حل. صدقني مجرد واقفين قدام الباب وسادينا حتى نثير الرأي العام والوزير حضرتين ننتظرين ينزل لنا، بس ينزل لنا ويقول لنا فلان تاريخ أطلق لكم الاستمارة. يعني صدقني إحنا واقفين بالباب شلون يعني؟ إحنا شلون الوزير يقابلنا؟ صار لنا 3 شهور ننتظر بس يباوع لنا، إذا يعني ما نسوي هيك شلون يلتفت لنا؟ يعني هو هذا تعبنا، والله تعبنا، صار 3 شهور وأنت أحسب 90 يوم بهالشمس هاي الحارة.